ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا ريفيو حلو قوي هيعجبكم. طبعا في ناس كتير بتحب تستخدم الاسبراي والحاجات اللي هي بتبقى مميزه وليها ريحه مميزه، زي ما احنا عارفين ان طبعا الصيف جه ومحتاجين حاجه تقضي على ريحه العرق وتديكي ريحه حلوه وتكون كمان ثابته معاكي وكمان تكون بتمن على قد الايد. النهارده الاسبراي بتاعنا حلو جدا هيعجبك، بس تابع الفيديو للاخر عشان ما يفوتكيش اي تفصيله وتعرفي كل حاجه عنه. يلا بينا نخش في موضوع النهارده. بس قبل ما ندخل في الموضوع حابه افكركم ان القناه بتاعتنا منوعه، ولو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في كومنت حلو زيك ولايك، ولو ما اشتركتيش اشتركي عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. زي ما احنا شايفين ده شكل اللي هو الاسبراي الحريمي اللي هنتكلم عنه النهارده، هو اسمه رومانس. رومانس ده موجود في ماي واي، في الكتالوج بتاع ماي واي. تعالوا اوريكم شكله واوريكم ثمنه. اول حاجه ده شكله في ماي واي اهو، اول واحد محطوط عليه خصم 50% في الكتالوج بتاع شهر 9. موجود طبعا في اي محلات بتاعه ميك اب هتلاقيه موجود متوفر، بيتباع مع الاسبريهات عادي فهتلاقيه متوفر، يعني مش لازم تجيبيه من الكتالوج. ثمنه هنا في الكتالوج عامل 37.5 جنيه، عليه خصم الشهر ده 50%. طبعا الرومانس ده من افضل انواع الاسبراي المتوفره في ماي واي الحريمي، يعني ده اول واحد في الاسبراي. لو فكرتي تجيبي اسبراي وعايزه ريحته تكون رومانسيه وهاديه كده، ولو انت كمان عروسه وعايزه حاجه ريحتها مميزه، يبقى تستخدمي رومانس. رومانس ده رومانسي جدا وهادي كده ومميز قوي، وريحته مش اللي هي الريحه اللي تحس ان هي تخنقك، او الريحه اللي هي تضايقك، او الريحه اللي هي مديه على ريحه الحلويات. لا، ريحته هاديه جدا ومميزه جدا، وكمان مش منتشره قوي. حلو قوي للعرايس اللي بتجهز نفسها، حلو جدا جدا، حلو للمناسبات بجد، رقيق وحلو قوي وريحته حلوه، حتى لما تحطيه تحسي ان انت مميزه كده، بيديكي احساس حلو جدا. واحلى حاجه فيه كمان وعجباني جدا ان هو ثابت معاكي طول اليوم، يعني من مجرد ان انت ترشيه على جسمك بعد الشاور بتاعك بيفضل ثابت معاكي. في ناس بتحطه على الهدوم مفيش مشاكل، على حسب ما انت حابه، بس هو يعني كاسبراي المفروض يستخدم على الجسم بعد الشاور على طول عشان يدي الجسم ريحه حلوه ويبقى جسمك ريحته مميزه، وكمان يخلي ريحتك حلوه لما تلبسي تبقى ريحه الحاجه اللي لابساها كمان حلوه معاكي. فبجد الاسبراي ده حلو قوي، فده رقم واحد في الاسبريهات. لو بتفكري تجيبي اسبراي من ماي واي فده رقم واحد انصحك بيه جدا، وحلو جدا جدا وبجد ريحته مميزه قوي. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتكلمنا عن رومانس اللي هو من ماي واي. عايزه اقول لك برده عنه شويه حاجات كده على السريع، ان هو حجمه 125 جرام، يعني وزنه مناسب جدا، هيقعد معاكي فتره طويله. ان انت مجرد ان انت ترشي منه رشه بسيطه، مش محتاجه ترشي كتير او ان انت تحطي كميه كبيره منه عشان تحسي ان انت عامل لك ريحه، لا، مجرد ان انت تحطي منه كميه بسيطه بيخلي ريحتك حلوه جدا وثابت معاكي طول اليوم. بس اهم حاجه لما تستخدميه تكوني واخده الشاور بتاعك. لو هترشي منه على الهدوم تبقى ترشي من بعيد كده، ما تحطيش من قريب، بتحطي من بعيد. ده شكل العلبه برده من جوه، بتدوسي على هنا على الزرار ده وبتبداي ان انت تضغطي كده اهو، بصوا بيطلع، وتبداي ان انت تحطيه. عايزه اقولك ان ريحته خطيره بجد، ريحته حلوه جدا. مجرد ان انا برش منه بحس ان المكان اللي انا فيه بيبقى كله نفس الريحه بتاعته، بيفضل ثابت في المكان برده 3 4 ساعات عقبال ما بيبدا يقل كمان، مش ان هو يروح، لا، الريحه بتاعته تبدا تقل. فالناس اللي هي بتحب الحاجات الهاديه انا بنصحها برومانس، العرايس انا بنصحها برومانس، حلو جدا، مش هترمي فلوسك في الارض. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. استنوني فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.